يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، يصبحكم بكل الخير. صباحياتنا لليوم من مدرسة سارة طاهر حنون، المعلمين والطلاب، خليكم معنا لحتى نسمعها صباحيات. وصفي عيسى عياط، مدرس لغة عربية من سنين طويلة. بنحب نوجه لطلابنا انهم ينتبهوا لجميع المعلمين، لانه احنا في خدمة جميع طلاب، لانهم طلاب اولادنا. وبنوجه تحية برضو لأهلهم اللي دائما حريصين انهم بيحضروا جميع الامور، بيجوا على المركز بيسألوا عن ابنائهم. احنا نكون سعداء كثير لما بنشوف ولي امر بيجي يتفقد احوال ابنه، شو بيعمل، شو الواجبات او شو المطلوب منه او غير ذلك. وبنوجه برضو تحية للزملاء كلياتهم، لان كلنا مع بعض نعمل بيد واحدة وقلب واحد، ونتمنى للجميع كل خير، ونتمنى لأبنائنا الصحة والتعليم وجميع ما ينفعهم في مستقبلهم، ونتمنى أن يعم الخير والسلام في ظل القدس اللي هي عاصمتنا للأبدية على جميع الأمة العربية والإسلامية، لأن القدس ليس لنا وحدنا وإنما لجميع المسلمين والعرب وكل من ينطق بكلمة لا إله إلا الله. اسمي رشي قماج إبراهيم أبو العوف من مدرسة سارة طاهر حنون. بحب أصبح على جميع الأهل والأحباب وبخص بالذكر مدرستي. أنا الأستاذ عثمان الجمال، بحب نصبح على الطلاب وعلى أهليهم، على الأساتذة عندنا في المدرسة، وعلى كل الموظفين والشعب الفلسطيني كله. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. فرح حمودة، مدرسة الفن مدرسة الأصمعي. بحب أصبح أول شيء على تلفزيون الفجر الجديد بإطلالته الحلوة دائما وين ما نروح. بحب أصبح على طلاب الحلوين، على أهلي، على الأصدقاء، على كل أهل طول كرم. جهاد أحمد علي نافع، مدرس لغة إنجليزية في مدرسة سارة حنون. بصبح أول شيء عليكم، على زملائي، على أهلي، وعلى الشعب الفلسطيني كله. And superlative adjectives, okay? We have short, comparative, and superlative. أنا مس حنين، معلمة رياضيات. بحب أصبح على مدرستي وعلى طلابي وعلى أهلي وعلى جميع أصدقائي. طبعاً نهار سعيد. طلال محمود حسن الدروبي، تقاعدت السنة، متقاعد يعني، وجيت السنة بدرس هون رياضيات. بصبح على تلفزيون الفجر، بصبح على كل أبناء الشعب الفلسطيني، على أفراد أسرتي برضو. شو بتتمنى لهم؟ أتمنى لهم التوفيق والنجاح وتحرير بلدنا إن شاء الله وتحرير الأقصى. أستاذ أحمد أبو عيد، معلم اللغة العربية في مدرسة سارة حنون. بصبح عليكم بالأول، اللي دائما بتصبحوا على الناس في هالوجه السمح، وإن شاء الله صباحنا للكل من صغير لكبير، ما ننساش أحد، وتسلموا وظلكم دايمين. اسمي عبد الكريم صالح السويس، مدرسة التربية الإسلامية في مدرسة سارة حنون. صباح الخير والتفاؤل والرحمة على وجوهكم الطيبة وعلى الوطننا الحبيب وعلى كل أصحابنا وعلى تلفزيون الفجر بالذات يعني. وأهلا وسهلا فيكم في أي شو هاي؟